السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا بالعنين من جروب مختصون في التبريد المنزلي. النهاردة حابب أتكلم معاكم على موضوع الإعاقة. أنا مش هتكلم عن موضوع الإعاقة، بس أنا هحط بعض خطوات وبستفسر عنها يعني الجماعة اللي شغالين بالإعاقة. هو الإعاقة لما بنيجي بنعملها من نهاية الشبكة بالفلتر ولا بدون الفلتر؟ ده هل احنا لما بنيجي نعمل الاعاقه بنعملها بكبرالي ولا بدون الكبرالي؟ يعني بنحط وصله شحن ونحط فيها كبرالي في نهايه الفلتر مع الكبرالي التاني طالع من الثلاجه، ولا بنعمله ازاي؟ ولا بنجيب فلتر بروحين ونحط هنا وصله الشحن ونبدأ نشوف الإعاقة؟ ده سؤال بسأل عنه الجماعة اللي شغالين بالإعاقة. هل الصح إن أنا هجيب كبرالي وأحطه في وسط الشحن وأحطه مع الكبرالي طالع مع بعضهم في مصروع ربع مثلا، مطولين حاطين مصروع ربع، ولا أحط مصورة وسط شحن تانية وأقيس بيها، ولا هشتغل من وسط الخدمة اللي هي بتبقى في قلب الفلتر التانية اللي هي بروحين؟ وفي بعض الشركات بيكون الفلتر بتاعها هنا بروحين ويكون عامل لها وصلة هنا زي الكريازي عشان خاطر يعملوا منها شغل تاني بتكلم عنه بعدين. ده سؤال بس بسأله. طب وهنا هل الإعاقة هنا متحددة معايا الإعاقة هنا على الكباس الجديد ولا على الكباس القديم؟ يعني ساعات انا بعمل اعاقه، كنت زمان اتكلمت مع واحد هندي كنت في السعوديه، فكان سالني سؤال قال لي يا وليد انت عندك الكمبروسر الضغط بتاعه قل شويه، هتعمل ايه؟ كنت لسه يعني عقل يعني شويه بفكر شويه يعني، قلت له هقطع في الشبكه اقصر منها واقصر في الكبرال. فقام مبتسم كده وبعد مده بدا يفهمني الوضع ايه. فكل ما كبس الكمبروسر قل كل ما هنطول في الكبرالي. فهي الإعاقة هنا بقى هتحدد معايا على الكبس اللي هو السليم زي الكبس اللي هو اللي بايظ او الضعيف شويه؟ طب انا طريقه توصيل إعاقة ازاي يا جماعه؟ بس عشان خاطري انا بتكلم دلوقتي عن معلومه عشان تكون معلومه ايه قويه. هل طريقه توصيل إعاقة ازاي؟ هجيب فلتر بروحين زي ده واوصل وسط الخدمة هنا واسيب الكاميرا اللي طالع من الفلتر زي ما هو، ولا بجيب مصعوبة واحط اتنين كاميرا مع بعضهم؟ طيب هنا الضغط هنا يختلف، هل هو الضغط هيبقى هنا زي هنا؟ منتظر رأيكم، والمنشور ده انا بستفسر عنه، وان شاء الله يكون في معلومات جديدة. وكان الله في العون جميعا، وربنا يعيننا جميعا، وكل عام وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم وليد ابو العنين من جروب مختصون في التبريد المنزلي.